واشنطن تعتزم إرسال أنظمة صاروخية بعيدة المدى لأوكرانيا، وموسكو تجدد الحديث عن مشاريع البنتاغون البيولوجية. قلق أممي من ارتفاع الأسعار، ومجموعة السبع تطالب أوبك بتخفيف أزمة إمدادات الطاقة العالمية. بكين تعلن إجراء مناورات في بحر الصين الجنوبي، وتنتقد الاتهامات الأمريكية لها بتهديد النظام الدولي. منتصف الليل العاشرة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتي حضراتكم من القاهرة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وبداية هذه النشرة مع داليا أبو عميرة. إليك داليا. شكرا لك ليلاس. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، والبداية من ملف الأزمة الأوكرانية. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن واشنطن سترسل أنظمة صاروخية متقدمة إلى أوكرانيا لتتمكن من التصدي للعملية العسكرية الروسية في أراضيها. وأضافت الصحيفة أن من بين الأسلحة التي من المتوقع أن توفرها الولايات المتحدة أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة، التي يمكنها إطلاق عشرات الأميال على مسافة أبعد من أي نظام حالي تمتلكه أوكرانيا. ورجحت الصحيفة أن تعلن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إرسال تلك الأسلحة الجديدة إلى كييف خلال أيام. أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن القوات الروسية واصلت قصف مواقع تابعة للجيش الأوكراني في اتجاه بلدة سوفيانسك بإقليم دونيسك بشرق البلاد. وذكرت الهيئة في بيان أن القوات الروسية تقوم بعمليات هجومية وتواصل إطلاق النار على الوحدات الأوكرانية، كما تشن ضربات صاروخية مع إعادة تجميع الحشود من جديد. يأتي هذا فيما أعلنت قوات انفصالية موالية لروسيا في دونيسك السيطرة على منطقة ليمان، وهي تقاطع مهم للسكك الحديدية يفتح الطريق إلى مدن كبرى مثل سلوفيانسك وكراماتورسك. قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن قواتها تقاتل من أجل الاحتفاظ بالسيطرة على الأجزاء الشمالية الغربية والجنوبية الشرقية من بلدة ليمان في الوقت الذي يتصاعد فيه الهجوم الروسي في شرق البلاد. وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع في إفادة صحفية إن القوات الأوكرانية تتصد محاولات من جانب روسيا لدفع هجومها نحو بلدة سلوفانسك الأوكرانية الرئيسية. قتل نحو 10 أشخاص وأصيب أكثر من 30 بجروح في قصف روسي على موقع عسكري في مدينة دنيبرو وسط أوكرانيا، وذلك بحسب ما أفاد مسؤول دفاع محلي. كما قال القائد الإقليمي للحرس الوطني الأوكراني أن مركزا لتدريب الحرس الوطني استهدف بصواريخ إسكندر، ما أسفر عن مقتل نحو 10 أشخاص وإصابة ما بين 30 و35 شخص. The
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن امتلاك موسكو معلومات حول تنفيذ أمريكا 10 مشاريع في أوكرانيا تضمنت العمل مع مسببات الأمراض ذات العدوى الخطيرة بشكل خاص وذات التأثير الاقتصادي. وأشار إيغور كيرالوف رئيس قوات الحماية من الإشعاع والكيماويات والبيولوجيا التابعة للقوات المسلحة الروسية، أشار إلى إصدار البنتاغون أمراً بالعمل على رسم خرائط لمسببات الأمراض الخطيرة بشكل خاص على أراضي أوكرانيا مع النقل الإلزامي لعينات السلالة إلى الولايات المتحدة، فضلاً عن دراسة إمكانية انتشار العدوى الخطيرة بشكل خاص من خلال الطيور المهاجرة. هذا وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أن وسائل الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة أوكرانية من طراز ميغ 29 بمنطقة أوديسا الجنوبية. هذا بالإضافة إلى 8 طائرات مسيرة فوق عدة مناطق بخاركييف ودونيتسك. كما قال كوناشينكوف أن القوات الجوية الروسية نجحت أيضا في تدمير 10 دبابات و5 راجمات للصواريخ من طراز جراد، هذا بالإضافة إلى القضاء على 412 مركزا لتجمع الأفراد والعتاد العسكري الأوكراني و77 مركزا للقيادة. أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن القوات الروسية تتواصل محاولة محاصرة مدينتي سيفرودونتسك وليشانسك في شرقي أوكرانيا، مشيرة إلى أنها سيطرت في الآونة الأخيرة على عدة قرى شمال غربي مدينة بوبانسا. وأضافت وزارة الدفاع البريطانية أن القوات الروسية تضغط على سيفرودونتسك وأن القوات الأوكرانية تحتفظ بالسيطرة على أجزاء متعددة، مما يحرم القوات الروسية من السيطرة الكاملة على منطقة دونباس. جدد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي التأكيد على ضرورة التحدث إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وفي كلمة بالفيديو أمام مركز أبحاث إندونيسي أشار الرئيس الأوكراني إلى أنه حاول مرارا ترتيب اجتماع مع بوتين لإنهاء العملية العسكرية في أوكرانيا، لكن روسيا لا تبدو مستعدة بعد لإجراء محادثات سلام جادة. كما أوضح أيضا الرئيس الأوكراني أن الهدف من اجتماعه مع بوتين هو المساعدة في استعادة حياة دولة ذات سيادة داخل أراضيها. حملت الرئاسة الروسية حملت أوكرانيا مسؤولية توقف مفاوضات السلام بين البلدين، مشيرة إلى أن الموقف الأوكراني يتعارض تماما مع تصريحات الرئيس زيلينسكي. واتهم المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اتهم أوكرانيا بالتسبب في تجمد محادثات السلام بين البلدين، قائلا إن ما تريده كييف غير واضح، وأن القيادة الأوكرانية تدلي باستمرار بتصريحات متناقضة، وهذا لا يسمح لموسكو أن تستوعب بشكل كامل ما يريده الجانب الأوكراني. اتهم وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالإصرار على شن حرب أكثر من إجراء مفاوضات لإنهاء الصراع. كما أضاف كوليبا أنه لا يوجد مؤشرا على استعداد روسيا لإجراء محادثات بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الأوكرانية. هذا وشدد وزير الخارجية الأوكراني على أن القوات الروسية تشن حاليا هجوما واسع النطاق في دونباس في محاولة للسيطرة على الأراضي الأوكرانية، متهما موسكو بالعمل على ضم منطقتي خيرسون وزابوريجيا تدريجيا. أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين استمرار الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها في التنسيق عن كثب لدعم أوكرانيا ومعالجة العواقب العالمية للعملية العسكرية الروسية.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بلينكين مع نظيره الأوكراني ديمترو كوليبا، تناول مناقشة استمرار المساعدة الأمنية الأمريكية لأوكرانيا للدفاع عن سيادتها وسلامتها الإقليمية في مواجهة العملية العسكرية الروسية غير المبررة. قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس أن الدول التي تدعم أوكرانيا يجب أن تكون مستعدة لعملية عسكرية روسية طويلة، وأنه يجب ألا يكون هناك حديث عن استرضاء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كما أضافت ليز تراس بعد لقائها نظيرها التشيكي في براغ على أن العالم أو على العالم التأكد من انتصار أوكرانيا وانسحاب روسيا، وأن لا يشهد تلك العملية العسكرية الروسية مرة أخرى، مشيرة إلى أن كييف بحاجة إلى الحصول على مزيد من الأسلحة الثقيلة والمعدات، معدات تتوافق مع معايير الناتو. شدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على ضرورة تزويد أوكرانيا بمنصات إطلاق صواريخ حديثة. كانت تقارير إيطالية أكدت أن جونسون عرض على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عرض عليه تشكيل تحالف ضد روسيا. وأوضحت هذه التقارير أن نموذج التحالف والذي عرضه جونسون يتضمن تشكيل رابطة أوروبية بقيادة المملكة المتحدة تشمل أوكرانيا وبولندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الغرب أعلن حربا شاملة على العالم كله. وفي جلسة مجلس رؤساء المناطق الروسية لدى وزارة الخارجية أشار لافروف إلى انتهاك الدول الغربية كل الشعارات التي رفعت بعد انتهاء الحرب الباردة، مشددا على أن الولايات المتحدة وحلفائها يقومون بمضاعفة جهودهم لاحتواء روسيا، وذلك باستخدام مجموعة واسعة من الأدوات ابتداء من العقوبات الاقتصادية الأحادية إلى الدعاية الكاذبة تماما في الفضاء الإعلامي العالمي. رحبت موسكو برفض أغلب أعضاء جمعية الصحة العالمية التصويت لصالح قرار أوكراني بحرمان روسيا من حق التصويت، وذلك من خلال أعمال الدورة 75 للجمعية الأممية. وفي بيان لها أعربت الخارجية الروسية عن ارتياحها لأنه من بين 183 دولة عضو في منظمة الصحة العالمية شاركت في الجلسة، كان لها الحق في التصويت، أيدت 88 دولة القرار الأوكراني، ولم تتمكن كييف وأنصارها من حشد حتى نصف الأصوات من المشاركين في الدعم، مشيرة إلى أن ذلك يكشف عن أن المجتمع الدولي بدأ في النظر بواقعية أكثر إلى الوضع في أوكرانيا. قال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين أن الولايات المتحدة الأمريكية فقدت دعم الأغلبية في العالم، وأن محاولات واشنطن وبروكسل لعزل روسيا قد فشلت. في تصريحات لها أشار فولودين إلى أن آخر عمليات التصويت في الأمم المتحدة تظهر أن الدول التي لا تدعم واشنطن تمثل غالبية سكان العالم، متهما الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه يتخذ من الدعوة لإصلاح الأمم المتحدة يتخذ منها ستارا للحفاظ على النموذج أحادي القطب. أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية أن البلاد استقبلت حتى الآن أكثر من 3,600,000 لاجئ أوكراني فروا من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 من فبراير الماضية. وأضافت الوكالة أن نحو 22,100 لاجئ من أوكرانيا دخلوا البلاد الخميس مقابل 21,700 لاجئ في اليوم السابق له. يذكر أن بولندا كانت قد مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والخدمة الاجتماعية. أعلنت اليابان أنها تعتزم إرسال معدات مكافحة الحرائق إلى الحكومة الأوكرانية من أجل مساعدة الأشخاص المشاركين في عمليات الإنقاذ بالبلاد خلال العمليات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.
وأفادت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية أنها ستقوم بإرسال المعدات اللازمة لعمليات الإنقاذ التي تجرى في المناطق التي تدور فيها المعارك في وقت لاحق من الشهر الجاري، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابة لطلب من الحكومة الأوكرانية. أعرب برنامج الغذاء العالمي عن قلقه إزاء ارتفاع أسعار المواد الغذائية ودفع المزيد من الفقراء إلى حافة الجوع. قال تومسون فيري المتحدث باسم البرنامج إن التحديات الخاصة بارتفاع الأسعار قد تفاقمت بسبب آثار الأزمة الأوكرانية، لافتا إلى أن تكلفة سلة الغذاء قد ارتفعت على مدى الأشهر الثلاثة الماضية بنسبة 18%. وأشار المتحدث إلى أن البرنامج اضطر إلى توفير 75% من حجم الحصص المقدمة إلى نحو 400 ألف شخص من المحتاجين للمساعدة الغذائية نتيجة الصدمات المناخية، مشيرا إلى أن المنظمة الدولية بحاجة إلى 3.4 مليون دولار لمواصلة تقديم المساعدة الغذائية الحيوية إلى 48 ألف لاجئ وطالب لجوء، وذلك لمدة 5 أشهر من أغسطس حتى ديسمبر 2022. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تحميل موسكو مسؤولية تعطل وصول إمدادات الحبوب في العالم بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لا أساس له، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بمستشار النمسا كارل نهامر، حيث شدد بوتين على أن محاولات تحميل موسكو مسؤولية صعوبات تسليم المنتجات الزراعية في الأسواق العالمية لا أساس لها، مؤكدا في الوقت ذاته على التزام روسيا بالالتزامات التعاقدية بشأن إمدادات الغاز إلى النمسا. من جانبه أكد المستشار النمساوي أن الرئيس الروسي على دراية كاملة بأزمة الغذاء العالمية. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهمية الدور الذي يلعبه المجلس الاقتصادي الأوراسي في تقليل الاعتماد على القوى الخارجية، مشيرا إلى أن بلاده تواجه عداء ملحوظا من الغرب. وشدد بوتين على أنه يعمل على سد حاجة المواطنين الروس من المواد الغذائية والتي تراجعت بسبب العقوبات. نحن واثقون من أن التكامل الوثيق سيسمح لبلداننا بأن تكون أقوى وسيخفف ويخفض الاعتماد على الاقتصادات العالمية الأخرى والخارجية، والآن الأوضاع العالمية معقدة وخاصة على ضوء العدائية من قبل الدول الغربية، والرئيس البلاد روسيا قد تحدث عن ذلك بشكل مفصل. وأود هنا الإشارة بأن روسيا تتخذ قرارات بوقتها لتنظيم عمل الأسواق وأسواق المالية، وكذلك يتم دعم المنظومات الأساسية ودعم المؤسسات والمصانع، وكذلك تم خفض الضغوط الإدارية على رجال الأعمال. وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يسمح بدفع الالتزامات لأصحاب الحقوق الأجانب بالروبل، ووفقا للمرسوم الروسي فإنه يمكن دفع التعويضات وسداد المدفوعات المتعلقة بممارسة الحقوق الحصرية وحمايتها للأجانب عن طريق تحويل الأموال إلى حساب خاص بالروبل، ويمكن السداد بالعملة اللاروسية لأصحاب حقوق الملكية الفكرية الأجانب المرتبطين بدول غير صديقة أو دول تدعم العقوبات المعادية لروسيا أو يعملون على تشويه مصداقية الجيش الروسي.
قال وزير المالية الروسي أنتون سيلوانوف إن روسيا ستحتاج إلى موارد مالية ضخمة لتمويل عملياتها العسكرية في أوكرانيا. وفي تصريحات له كشف سيلوانوف إن أسباب تسارع معدلات التضخم في البلدان المتقدمة جاء نتيجة الإجراءات غير المسؤولة للسلطات المالية في الدول الغربية خلال جائحة فيروس كورونا والتي تفاقمت مع فرض عقوبات على روسيا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن موسكو خصصت 123 مليار دولار كحوافز لدعم الاقتصاد في الظروف الحالية. ارتفع الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أبريل، إذ زادت مشتريات الأسر من السلع والخدمات، في حين تباطأت الزيادة في التضخم، ما قد يدعم النمو الاقتصادي في الربع الثاني وسط مخاوف متزايدة من حدوث ركود. هذا وصعد الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي بنسبة وصلت إلى 0.9% الشهر الماضي، كما تم تعديل بيانات شهر مارس بالزيادة لتظهر أن الإنفاق يزداد 1.4% بدلا من 1.1% كما ورد سابقا. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن معالجة التضخم هي من أولوياته الاقتصادية القصوى. في تصريحات له أشار الرئيس الأمريكي إلى بذل إدارته قصارى جهدها لمواجهة أزمة نقص حليب الأطفال، مشيرا إلى أن 27.5 مليون زجاجة من حليب الأطفال ستأتي إلى الولايات المتحدة قريبا من أستراليا. أعلنت المملكة المتحدة فرض ضريبة استثنائية على شركات الطاقة العملاقة، كاشفة في الوقت نفسه عن خطة دعم بقيمة تصل إلى 15 مليار جنيه استرليني على خلفية ارتفاع التضخم. المزيد مشاهدينا في هذا التقرير. في محاولات حثيثة لكبح جماح التضخم الذي لم تشهده منذ عقود، تحاول المملكة المتحدة معالجة تداعيات العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا. وفي هذا الصدد أعلنت المملكة المتحدة فرض ضريبة استثنائية على شركات الطاقة العملاقة، كاشفة في الوقت نفسه عن خطة دعم بقيمة 15 مليار جنيه استرليني على خلفية ارتفاع التضخم. وقفز التضخم في بريطانيا إلى 9% الشهر الماضي مع تصاعد أسعار الغذاء والطاقة، لتصل إلى أعلى معدل سنوي لها منذ 40 عاما. يتوقع بنك إنجلترا المركزي أن يرتفع التضخم إلى أكثر من 10% في وقت لاحق من هذا العام. وجاءت الإجراءات بعد ضغط مستمر على حكومة المحافظين الحاكمة برئاسة بوريس جونسون لفعل المزيد، حيث أدى ارتفاع التضخم إلى ارتفاع أسعار كل شيء من الغذاء إلى الوقود. وستمول الحزمة البالغة قيمتها نحو 19 مليار دولار بشكل جزئي من خلال ضريبة استثنائية على الأرباح الكبيرة التي تحققها شركات على غرار بي بي وشل، والتي استفادت بدورها بشكل كبير من ارتفاع أسعار النفط والغاز. وقال وزير المالية البريطاني إن الضريبة الجديدة على الطاقة ستفرض على أرباح شركات النفط والغاز بمعدل 25%، وستكون مؤقتة حتى تعود أسعار النفط والغاز إلى مستوياتها الطبيعية تاريخياً، وستدر الضريبة حوالي 5 مليارات جنيه استرليني. ومنذ أن بدأت المطالب في بريطانيا بفرض ضريبة غير متوقعة على صناعة النفط والغاز، بدأت الشركات تعرب عن قلقها إزاء هذه الخطوة وخطورتها على تقويض المشروعات والاستثمارات، باستثناء شركة النفط البريطانية بي بي التي سبق أن صرحت بأن الضريبة لن تؤثر على خططها الاستثمارية. إجراءات متصاعدة تقوم بها بريطانيا محاولة علاج أزمة ارتفاع أسعار النفط والطاقة، خوفاً مما تطلق عليه أوروبا السيناريو المرعب في الشتاء القادم في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم ونقص الوقود. دعا وزراء مجموعة الدول الصناعية السابع منظمة أوبك إلى لعب دور رئيسي لتخفيف أزمة الطاقة العالمية الناجمة عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وشدد الوزراء على أنهم لن يتركوا أزمة الطاقة تعرقل جهود مكافحة تغير المناخ.
يأتي هذا في وقت ترفض فيه منظمة أوبك وأوبك بلس حتى الآن الدعوات الغربية للزيادة أسرع في إنتاج النفط لخفض الأسعار المرتفعة. ارتفعت أسعار النفط لتختتم الأسبوع بمكاسب قبل بداية موسم ذروة الطلب في الولايات المتحدة الأمريكية، بينما تتفاوض الدول الأوروبية بشأن ما إذا كانت ستفرض حظرا تاما على النفط الخام الروسي. وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت بنسبة وصلت إلى $2.03 أو 1.7% ليبلغ عند التسوية $119.43. هذا وصعد كذلك خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة وصلت إلى 98 سنتا أو 0.9% إلى $115 للبرميل عند التسوية. وعلى مدار الأسبوع ارتفع برنت 6%، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة وصلت إلى 1.5%. أدانت مصر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي شهدته منطقة ماتجورا شرقي بوركينا فاسو، والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا من المدنيين. وقالت وزارة الخارجية في بيان لها أن مصر حكومة وشعبا تتقدم بخالص تعزيها وصادق مواساتها لبوركينا فاسو ولأسر الضحايا، ومؤكدة على وقوفها جنبا إلى جنب مع واتجادو وتضامنها الكامل معها في جهودها لمكافحة الإرهاب. استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد بقصر قرطاج فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وفي بيان صادر عن الرئاسة التونسية إن اللقاء تناول الاستعدادات الجارية في إطار الهيئة والنصوص التي تحتاجها للقيام بدورها لإنجاح الاستفتاء الذي سيتم تنظيمه في 25 من يوليو القادم، وتأمين أصوات الناخبين لتكون معبرة عن إرادتهم بعيدا عن أي أنواع من الضغوطات. كما استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد بقصر قرطاج وزير الدفاع الوطني عماد ماميش. خلال اللقاء أشاد قيس سعيد بالدور التاريخي الذي تطلع به القوات المسلحة التونسية في الحفاظ على السلم الاجتماعي، إلى جانب مساهمتها في تأمين المرافق والانتخابات ومكافحة جائحة كوفيد-19 وغيرها من المهام الأخرى. وشدد الرئيس التونسي على أن القوات المسلحة التونسية قادرة على الحفاظ على الوطن وسلامة المواطنين وعلى تجاوز كل الصعوبات. أفادت وكالة الأنباء التونسية بأن القضاء التونسي أصدر قرارا بمنع مجموعة من المتهمين بقضية الجهاز السري لحركة النهضة من السفر، ومن بينهم رئيس الحركة راشد الغنوشي. هذا وقرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانه المتعهد بالملف بحظر السفر على الغنوشي بعد الاشتباه في تورطه بعمليات الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس في العام 2013. أعلنت الصين أنها ستجري تدريبات بحرية في بحر الصين الجنوبي اليوم السبت. وقالت هيئة الملاحة البحرية الصينية إن المناورات ستجرى في المنطقة المجاورة للساحل الصيني مباشرة في مساحة بحرية صغيرة بعيدة عن المناطق المتنازع عليها مع فيتنام والفلبين. انتقدت الصين خطاب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي تحدث فيه عن تهديد الصين للنظام الدولي. كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين أن خطاب بلينكن ينشر معلومات خاطئة ويضخم تهديد الصين ويمثل كذلك تدخلا في الشؤون الداخلية لها، فضلا عن أنه يشوه صورة سياساتها الداخلية والخارجية.
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قد اتهم في وقت سابق بكين بتأجيج التوتر إزاء تايوان. وفي خطاب حول الصين ألقاه في جامعة جورج واشنطن، اعتبر بلينكين أن بكين تشكل أخطر تهديد طويل الأمد على النظام الدولي. قال إن الصين هي الدولة الوحيدة التي لديها نية لإعادة تشكيل النظام الدولي، كما لديها بشكل متزايد القوة الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والتكنولوجية للقيام بذلك. رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بقرار فيجي الانضمام إلى الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ كعضو مؤسس، لتصبح بذلك الدولة 14 والأولى في جزر المحيط الهادئ التي تنضم إلى المبادرة الاقتصادية. هذا وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سولفيان في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، أن الإطار الاقتصادي لمنطقة الهندي والهادئ يعكس الآن التنوع الإقليمي الكامل للمنطقة مع أعضاء من شمال شرق وجنوب شرق آسيا وجنوب آسيا وأوقيانوسيا وجزر المحيط الهادئ. دعت أستراليا دول جنوب المحيط الهادئ إلى صد محاولات الصين التي تسعى للتقرب من دول المنطقة لتوسيع سيطرتها في مجال الأمن. وتوجهت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إلى فيجي في أول زيارة رسمية سعيا إلى جذب الدول الجزرية بعدما فاجأت جزر سليمان كامبيرا الشهر الماضي بتوقيع اتفاقية أمنية واسعة مع الصين. وقالت وونغ في صوبا عاصمة فيجي إن أستراليا عبرت علنا عن مخاوفها بشأن هذه الصفقة الأمنية. أعلنت وزارة الخارجية اليابانية أن مسؤولين من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكوريا الجنوبية سيجتمعون في العاصمة الكورية سول في 3 يونيو القادم لإجراء محادثات بشأن بيونغ يانغ. وأضافت الوزارة في بيانها أن المحادثات تضم المبعوث الأمريكي الخاص بشأن كوريا الشمالية سونغ كيم ونظيره في اليابان وكوريا الجنوبية. يأتي هذا الاجتماع بعد استخدام الصين وروسيا حق نقض الفيتو في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار أمريكي لتجديد العقوبات على كوريا الشمالية بعد اختبارها صواريخ باليستية. أصدرت الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على كوريا الشمالية في ظل الأزمة المتواصلة بين البلدين. وحذرت الولايات المتحدة الأمريكية من أن كوريا الشمالية قد تجري قريبا أول تجربة نووية لها منذ عام 2017. دعا وزير الدفاع الكوري الجنوبي لي جونغ سوب كبار الضباط العسكريين الجدد إلى الرد بصرامة على استفزازات مباشرة تقوم بها بيونغ يانغ وسط التوترات الناجمة عن عملية إطلاق الصواريخ الأخيرة من قبل الشمال. وأضاف لي خلال حفل تنصيب مسؤولين عسكريين جدد أن تنصيب هؤلاء المسؤولين العسكريين جاء في الوقت الذي تسعى فيه سول إلى تعزيز الرد في أعقاب استفزازات بيونغ يانغ الأخيرة، حيث أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات الأربعاء الماضي، كما يتوقع قيامها بتجربة نووية قريبا. أكدت منظمة الصحة العالمية أن جدر القردة لا يجب أن يثير قلقا عاما بسبب تفشيه البطيء، مشيرة إلى أنه لا توجد ضرورة لحملات تلقيح عامة ضده. قالت سيلفي بريان مديرة إدارة التأهب للمخاطر المعدية في المنظمة في إحاطة لدول الأعضاء بالجمعية السنوية للمنظمة التابعة للأمم المتحدة إن الأولوية يجب أن تكون لاحتواء جدر القردة في البلدان التي لا يتوطن فيها المرض، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات سريعة. كما أشارت المنظمة إلى أنه تم تسجيل نحو 100 حالة إصابة بجدر القردة في أكثر من 20 دولة حتى الآن.
أعلنت هيئة الصحة العامة الكندية تسجيل 10 إصابات جديدة مؤكدة بجدر القردة، بينها أول حالة في إقليم أونتاريو، ما يرفع إجمالي حالات الإصابات في البلاد إلى 26 حالة. كما رجحت الهيئة الكندية تأكيد المزيد من الإصابات في الأيام القادمة بعد فحص عينات من مناطق مختلفة. قالت منظمة الصحة العالمية إنها تلقت تقارير عن 650 حالة إصابة محتملة بالالتهاب الكبدي الحاد لدى الأطفال، لكنها أضافت أن أسبابه لم تعرف بعد ولا تزال قيد التحقيق. وأفادت دراسة أجرتها المنظمة بأنه حتى 26 من مايو أبلغتها 33 دولة بما إجماله 650 حالة إصابة محتملة مع تصنيف 99 حالة إضافية معلقة. وتبحث السلطات الصحية في جميع أنحاء العالم عن زيادة غامضة في حالات الالتهاب الكبدي الحاد لدى الأطفال الصغار التي أدت إلى 9 وفيات على الأقل. تقوم وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة بالتحقيق والتأكد من حالات الإصابة بالتهاب الكبد المفاجئ لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 أعوام فأقل، والتي تم تحديدها منذ يناير 2022. هذا وذكر بيان على موقع الحكومة البريطانية أنه من خلال العمل مع وزارة الصحة في اسكتلندا وويلز ووكالة الصحة العامة حددت التحقيقات النشطة 20 حالة مؤكدة أخرى منذ التحديث الأخير في 20 مايو، ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في المملكة المتحدة 222. كما أضاف البيان أن هذه الحالات في الغالب عند الأطفال دون سن الخامسة الذين ظهرت عليهم أعراض أولية لمرض التهاب المعدة وكذلك الأمعاء مصاحبة بإسهال وغثيان تلاها ظهور مرض الصفرة. عاد وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي بعد زيارته إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث التقى نظيره الكونغولي لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والوفد المرافق له عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. بدأت الزيارة بمراسم الاستقبال الرسمية واستعراض حرس الشرف، وعزفت الموسيقات السلام الوطني لكلا البلدين. والتقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة بنظيره الكونغولي الدكتور كاباندا باكارونغا وزير الدفاع الوطني والمحاربين القدماء، حيث تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات العسكرية المختلفة. وأعرب الفريق أول محمد زكي خلال اللقاء عن اعتزازه بالعلاقات المصرية الكونغولية المشتركة وأهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك وتعزيز أواصر التعاون والدعم في مجالات التعاون العسكري بما يحقق المصالح المشتركة لكلا الجانبين. وأشار وزير الدفاع الوطني والمحاربين القدماء الكونغولي إلى أن هناك توافقا في الرؤى حول كافة الموضوعات التي تهدف إلى تطوير مجالات التعاون بين القوات المسلحة لكلا البلدين. وفي نهاية اللقاء وقع الجانبان على بروتوكول تعاون في مجالات الدفاع والتدريب والتأهيل ونقل الخبرات والارتقاء بالقدرات العسكرية بين الجانبين. كما التقى الفريق أول محمد زكي مع السيد جان ميشيل سامالو كوندييه رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية، حيث أعرب عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة توافقا في الرؤى بشأن التحديات المشتركة وتطورات الموقف الإقليمي والتحديات الأمنية العابرة للحدود والقضايا المؤثرة على الأمن القومي للبلدين. أعلنت وزارة الداخلية أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية تقرر مد فترة مبادرة كلنا واحد حتى نهاية عيد الأضحى المبارك. المزيد في هذا التقرير.
منذ إطلاق وزارة الداخلية لمبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية، فإن قطار المبادرة لم يتوقف، وعلى مدار سنوات ساهمت المبادرة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بالنجاح الذي حققته في توفير متطلباتهم واحتياجاتهم من كافة أنواع السلع بتخفيضات كبيرة، بخاصة في المناسبات والأعياد، وأصبح المواطنون يثقون في تخفيضاتها وفي سلعها. الأسعار نزلت كويس جدا، عملت معانا فرق حقيقي، فرقت معانا كتير بالنسبة للأسعار بره. خصومات جوه 50% و60%، الدنيا كويسة وجميلة والأسعار جميلة، أسعار مناسبة للجميع. أنا جاي مخصوص هنا في أمان عشان خاطر مبادرة كلنا واحد، كلنا واحد وأسرة واحدة، وربنا يخلي السيسي. بشكر الريس إن هو يعني ريحنا ومش مخلينا عايزين أي حاجة. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. فقد وفرت احتياجات المواطنين من كافة أنواع السلع بتخفيضات كبيرة تصل إلى 60%، تلك المرحلة انطلقت قبل شهر رمضان المبارك، ومع نجاحها وتنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تم مد فترة المبادرة للمرة الثانية لتستمر حتى نهاية عيد الأضحى المبارك. المبادرة في مرحلتها 22 يشارك فيها قرابة 1000 فرع لكبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، تتوافر فيها كافة أنواع السلع بتخفيضات تتراوح ما بين 25% إلى 60%، إضافة إلى المنافذ والسرادقات بالشوارع الرئيسية والميادين، وكلها موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت ليتمكن المواطنون من الوصول إليها. وكذلك وفرت الوزارة قوافل من السيارات بالمناطق الأكثر احتياجاً والتي لا تتوافر فيها السلاسل التجارية. كما تقرر استمرار منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية في توفير السلع للمواطنين بمنافذها الثابتة والمتحركة المنتشرة على مستوى الجمهورية حتى نهاية العام الحالي. زيادة كبيرة في حجم السلع المعروضة في إطار المبادرة وبجودة عالية وبالأسعار المحددة في التخفيضات، وإقبال كبير من المواطنين على توفير احتياجاتهم من كافة أنواع السلع منذ انطلاق المرحلة 22 من المبادرة في 15 من شهر مارس الماضي، ومع مدها تتاح الفرصة للمواطنين للاستفادة من التخفيضات في شراء احتياجاتهم المختلفة. وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 415 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 110 أطنان مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 94 طن مواد غذائية وغير غذائية. أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فتم ضبط ما يقرب من 16 طنا، وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 645 قضية من بينها 192 قضية خبز ناقص الوزن و198 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 12 قضية بمضبوطات بلغت ما يقرب من 146 طن قمح محلية. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعة حول استبعاد عدد من الطلاب المصريين من دخول كلية طب قصر العين نتيجة قبول أعداد كبيرة من الطلاب الوافدين. وأكد المركز نقلا عن وزارة التعليم العالي أن عدد الطلاب الوافدين المقبولين من الجنسيات العربية والأجنبية لا يؤثر على العدد المقرر قبوله من الطلاب المصريين في أي من الجامعات الحكومية، مشيرا إلى أن تنسيق الطلاب المصريين من خريجي الثانوية العامة المصرية أو الشهادات العربية والأجنبية يتم وفقا للقواعد المجلس الأعلى للجامعات، أما تنسيق الطلاب الوافدين فهو مستقل تماما عن تنسيق الطلاب المصريين.
أصدرت الهيئة الوطنية للصحافة بيانا أكدت فيه عدم صحة ما تناولته إحدى أذرع الإعلام الإخواني بشأن نقل ملكية أصول ثلاث من أكبر المؤسسات الصحفية القومية إلى إحدى الجهات السيادية في إطار مخطط الاستحواذ على أصول كل المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة تدريجيا. وذكرت الهيئة في بيانها أن هذه الأخبار عارية تماما عن الصحة، أن قرار الهيئة الصادر في اجتماعها بشأن البدء بالإجراءات المتعلقة باستثمار عدد من الأصول غير المستغلة المملوكة لمؤسسات الأهرام ودار التحرير للطبع والنشر وروزا اليوسف جاء في إطار خطتها الهادفة لاستثمار واستغلال الأصول المملوكة للمؤسسات الصحفية القومية الثمانية من خلال إقامة مشروعات استثمارية أعدتها هذه المؤسسات وفقا لدراسات جدوى وعلى الأراضي المملوكة لها بهدف تنمية مواردها المالية لمساعدتها في مواجهة الاحتياجات المالية العاجلة التي تواجهها وتحسين أوضاع العاملين بها ماليا وخدميا. وأكدت الهيئة في بيانها على دعم الدولة القوي للمؤسسات الصحفية القومية لاستمرار دورها التثقيفي والتنويري. انطلقت منافسات رالي بورسعيد للتزلج بالدراجات في نسخته الأولى، وهو أكبر ماراثون في أكبر مضمار مفتوح بشارع رئيسي للتزلج بالدراجات بطول 4 كيلومتر تقريبا، وهو الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط. يأتي هذا الحدث في ضوء الاستعدادات لاستقبال الموسم السياحي الصيفي 2022 وبداية للعديد من الفعاليات التي تأتي ضمن خطط الترويج السياحي لمحافظة بورسعيد، والتي من بينها إضافة أنماط سياحية جديدة ومنها نمط السياحة الرياضية الذي يحظى باهتمام كبير من المواطنين بصفة عامة والشباب بصفة خاصة. أعلن إيهاب جلال المدير الفني للمنتخب الوطني قائمة اللاعبين المبدئية لمعسكر المنتخب المقبل في الفترة من 30 من مايو وحتى 14 من يونيو، والذي سيخوض خلاله المنتخب مباراتي غينيا وإثيوبيا في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2023. وتضم القائمة 44 لاعبا منهم 8 محترفين بالخارج. هذا ومن المقرر أن يواجه المنتخب الوطني نظيره الغيني في الجولة الأولى بتصفيات كأس الأمم الأفريقية في 5 من شهر يونيو المقبل على استاد القاهرة، قبل أن يطير إلى مالاوي لمواجهة إثيوبيا في الجولة الثانية في 9 من شهر يونيو المقبل. يواصل فريق الأهلي تدريباته بالمغرب على ملعب الاتحاد الرياضي البيضاوي في إطار الاستعداد لخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي المقرر الاثنين القادم على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء. كانت بعثة النادي الأهلي قد وصلت إلى المغرب مساء الأربعاء استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام الوداد، ويسعى الأهلي للحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا والفوز بالبطولة للمرة 11 في تاريخه والثالثة على التوالي. يستضيف فريق الزمالك نظيره الإسماعيلي اليوم السبت في الجولة 21 من الدوري الممتاز، ويحتل فريق الزمالك صدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 41 نقطة من 19 مباراة، بينما يوجد الإسماعيلي في المركز 16 برصيد 18 نقطة. يستعد ليفربول وريال مدريد لخوض مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-2022 مساء اليوم السبت، ومن المقرر أن يقام النهائي في ملعب سان داوني بالعاصمة الفرنسية باريس.
ملعب دو فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس على موعد مع واحدة من المواجهات الكلاسيكية المثيرة على الساحة الأوروبية بين ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا. ليفربول وصل إلى نهائي تشامبيونز ليج بعد أن تمكن من إقصاء فياريال الإسباني من الدوري نصف النهائي بنتيجة 5 أهداف مقابل 2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. أما ريال مدريد فقد نجح في الوصول إلى النهائي بعد أن تخطى عقبة مانشستر سيتي الإنجليزي في نصف النهائي وفاز عليه بنتيجة 6 أهداف مقابل 5 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. ريتز يخوض النهائي الأوروبي بعد أقل من أسبوع على ختام مسيرته في الدوري الإنجليزي في المركز الثاني، وذلك بعد إحرازه ثنائية الكأس المحلية، كما فاز نجمه المصري محمد صلاح بجائزتي هداف الدوري الإنجليزي وأكثر اللاعبين صناعة للأهداف في المسابقة ذاتها. من جهته حسم الفريق الملكي لقب الدوري الإسباني قبل نهاية الموسم ب4 مراحل كاملة، ما منح الفريق فرصة لالتقاط الأنفاس والاستعداد بشكل أكثر هدوءاً للنهائي الأوروبي. وفي ظل المستوى المتميز الذي قدمه كل من الفريقين هذا الموسم سواء على المستوى المحلي أو الأوروبي، يبحث ليفربول عن التتويج السابع له في دوري أبطال أوروبا، بينما يطمح ريال مدريد في الحصول على اللقب 14 له في مباراة مثيرة يصعب التكهن فيها بهوية الفائز. بأخبار الرياضة مشاهدينا الكرام، نكون قد وصلنا لنهاية هذه النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. واشنطن تعتزم إرسال أنظمة صاروخية بعيدة المدى لأوكرانيا، وموسكو تجدد الحديث عن مشاريع البنتاغون البيولوجية. قلق أممي من ارتفاع الأسعار، ومجموعة السبع تطالب أوبك بتخفيف أزمة إمدادات الطاقة العالمية. وبكين تعلن إجراء مناورات في بحر الصين الجنوبي، وتنتقد الاتهامات الأمريكية لها بتهديد النظام الدولي. ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة، كنا معكم ليلى سكافوزي وأنا داليا أبو عميرة، إلى اللقاء.